بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من قناه المهندس اسم نبيل. ان شاء الله الحلقه النهارده هتعجبكم. هنتكلم عن حاجه اسمها الاي سي اف انسوليتد كونكريت فوم، اللي هو نظام الخرسانه المعزوله. النظام ده يعتبر اقوى نظام عزل ممكن تشوفه، يعني اقوى نظام عزل للمباني او للجدران او للبيت بتاعك ممكن يخطر على بالك. طيب النظام ده بيتكون من ايه؟ النظام ده بيتكون، طبعا انت بتجيب من المصنع، عبارة عن لوحين فوم. بيكون ضغط الفوم اللي هو البوليسترين الابيض او على حسب المصنع ما بينشئه، الضغط تقريبا من 30 ل 35 كيلو جرام. طبعا بعبارة عن زي ما احنا شايفين جزئين فوم من الداخل ومن الخارج، وبيكون بينهم تسليح خفيف، او في برضو مصانع بتحط بلاستيك يعني زي طيات او اسمه ده زي ما احنا قلنا اللي هي اسياخ بلاستيك، او بتحط اسياخ 8 ملي ما بينهم. طبعا دي كلها مواصفات المصنع بيطلعها. طب النظام ده انت بتشغله ازاي؟ بتجيب الكتل البوليسترين او الفوم اللي انت جايبه ده من المصنع، طبعا هو بيكون جاي جاهز قطعه داخليه وقطعه خارجيه وما بينهم عزل، بتبدا ترصه. وعلى فكره النظام ده يعتبر نظام حامل، يعني الحوائط اللي انت بتعملها دي بتكون حوائط حامله، ما بتحتاج انك تحط اعمده في الجدار ده، وبالتالي انك بتعمل قاعده شريطيه فقط على الجدران دي من اسفل وتبدا تطلع بيها، فبتوفر لك برضو في الاعمده وفي الخرسانات، وبالتالي بتخلي البيت بتاعك يستخدم اقوى نظام عزل ممكن تشوفه في بيتك. فطبعا قلنا بنحط النظام ده وبنبدا نفرده عادي بالجدران بتاعتنا او الحوائط بتاعتنا، وبعد كده بصب ما بينهم خرسانه عاديه. طبعا خلاص في تسليح موجود 8 ملي او 6 ملي حسب المواصفات. طبعا المسافة او ما بين الفوم ده من 15 سنتي لحد 30 سنتي برضو حسب المواصفات اللي بيقولها لك الاستشاري وحسب المواصفات اللي جاي منها المخططات. طبعا الميزة من النظام ده زي ما احنا قلنا بيوفر لك كتير في الاعمدة، بيخلي لك الكفاءة المكيفات كمان ممتازة، مفيش يعني تواصيل حراري من الداخل للخارج او من الخارج للداخل يعني بنسبة قليلة جدا، فيعتبر من احسن الانظمة العازلة للحرارة. طيب في نقطة تانية، انا دلوقتي استخدمت النظام ده وعايز اعمل تمديدات كهربائية او مواسير كهربائية، اشتغل ازاي او اعمل ايه؟ الموضوع بسيط جدا، هي اصلا عبارة عن بوليسترين، فبتبدأ بسكينة او بمنشار سخن، بيبقى منشار خاص، بتبدأ تقص في البوليسترين من الداخل وتبدأ تحط المواسير بتاعتك وتمدد المواسير بتاعتك سواء الكهربائية او سواء السباكة ايا يكن، وبعد كده بتبدأ تغطيها برضو بقطع بوليسترين، وبتبدأ زي ما بيقولوا كده ايه تلحمها مع البوليسترين القديم وخلاص يعني. فالموضوع سهل جدا فيما يخص تمديدات السباكه وتمديدات الكهرباء. طيب اليس ازاي الجدار بتاعي ده او الفوم ده البوليسترين اليسه ازاي؟ الموضوع بسيط جدا، احنا اتكلمنا قبل كده عن حاجه اسمها اللياسه العازله، هي تقريبا نفس السيستم، لازم تحط شبك بلاستيك على كامل البوليسترين ده ويبدأ يطرطش عادي تمام، وبعد كده تبدأ تحط اللياسة بتاعتك اللي هي اللياسة الجاهزة، تبدأ تحطها على البوليسترين خلاص بقت ماسكة ومفيش اي مشاكل فيها، حتى لو حد خبط فيها او ان شاء الله ما هيحصل لها شيء، ولو جاتها خبطة قوية او حاجة ممكن مثلا لا قدر الله يحصل مشكلة في البوليسترين، سهل جدا ان انا ابدأ ارممه او اعالجه عن طريق الفوم او عن طريق ان انا احط الياسة برضو في المكان ده، وانا يبقى انا قفلت الدنيا ومفيش اي مشاكل عندي، لان الخرسانة اللي ما بين البوليسترين يعتبر جدار ساند وجدار عازل تماما للحرارة. فلو حبيت تستخدم النظام اللي هو الاي سي اف ده، ان شاء الله هيكون نظام جيد جدا للناس اللي هي مثلا مش عايزه ضوضاء وموجوده في اماكن درجات حرارتها عاليه، وفي نفس الوقت توفر لك في الخرسانات
وفي نفس الوقت برضو لو انت عندك اسبانات كبيرة تقدر ما تركبش اعمدة كتير في الفراغ ده، لان الحوائط تعتبر حوائط حاملة، وبالتالي هتقلل لك من الاسبانات في الاعمدة، لدرجة اللي ممكن يصل الاسبان من عمود لعمود لو استخدمت النظام ده ل 8 متر مثلا، فاهمني؟ فبالتالي انت يعتبر برضو استغليت النظام ده كويس جدا في انشاء المبنى بتاعك. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم ووفت وادت اللي عليها. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل حلقاتنا بإذن الرحمن. كان معاكم مهندس حسين نبيل، ويومكم سعيد.